ترون يا أحباب تقوم بلدية تل أبيب الآن بجرف المقبرة وببدء عملية الحفر عند القبور، وتبدأ الآن بانتشال العظام. هذا ما تقوم به الآن بلدية تل أبيب، تقوم بانتشال عظام المسلمين من داخل مقبرة الإسعاف. فأين أنتم أيها المسلمون؟ أين أنتم من العزة والكرامة لهذا الدين؟ فلكل من لديه عزة وكرامة، هذا واجبنا التواجد هنا مع إخوانكم عند محيط مقبرة